اتفضل يا سيدي، هذه كتب البكالوريا اللي انتوا طلبتوها. اي خدمات تانية؟ ما ترد عليه. انا عايز كتابين يابا، ان شاء الله حتى تخصمهم من مصروفي. ما تقول انت عايز ايه؟ عايز كتاب معجم البلدان وكتاب نزهة المشترك. بس ده تمنهم لوحديهم 4 جنيه. هتعمل بيهم ايه يا امين؟ خلاص يابا مش مهم، اجيبهم بعدين. هاتهم لي يا سيدي وامرنا لله. عينيا لك. مش هتيجي تريح لك شويه يا محمد؟ نام انت يا نبويه، انا هقرا شويه في الكتاب ده. قومي. انت ما بتقراش، انت سرحان في حاجه تانية. ارتاح انت يا نبويه، انت حامل ومحتاجه الراحه. ارتاح بس ازاي وانت كده؟ ما تقولي بس ايه اللي شاغلك ولا خلاص بقيت تخبي علي؟ حكايه الرفض اللي ما كانتش على البال دي، ده انا خلاص كنت كام شهر وهدخل الازهر. معلش يا محمد، نحمد ربنا على كل شيء. الحمد لله على كل حاجة، بس خلاص أنا هقعد مع أبويا وأخويا أزرع في الأرض وخلاص على كده. بك أنت يا محمد تسيب العلم اللي ربنا ادهولك عشان تزرع وتجلع؟ أهو العلم ده أنا لازم أكمله، نص عالم يعني نص جاهل، وما الواحد يكون فلاح شاطر أحسن ما يكون عالم خايب. عمرك ما هتبقى خايب. طريق أهو اتقفل قدامي. ما اتقفلش، ده بس ربنا بيختبر، وبعد كده هيبعت لك الفرح من اوسع ابوابه، وبكره تقول نبويه جالي.